شو رايح دكتور؟ ايه بدي روح رح تعتم. ايه معك حق، الله معك دكتور. بخاطرك. صحيح اجت نازلي لما ما كنت هون؟ كان عندها مراجعة، بركي اجت على المستوصف لما كنت برا. لا ما اجت، لو اجت كنت شفتها. اه قصدك نازلي بنت اخوه للسيد اسماعيل ما؟ ايه هي. ماشي شكرا. عفوا. علي. ايه تعرف وين اهلها لنازلي؟ هي زايرة ببيت السيد اسماعيل. لا يا دكتور لا، للأسف نازلي ما عندها لا أب ولا أم، أهلها ماتوا وهي صغيرة، نازلي رباها عمها سيد اسماعيل. هي كمان مثلنا يعني. نازلي يتيمة وما عندها أخوات. هالبنت حلوة كتير مو هيك يا دكتور؟ حلوة كتير كتير. ماشي أنا رح مر لعندهم قبل ما أروح عالبيت. مر لعندهم وشوفها لكان. ماشي بعرف هلأ بتقول إلا أنها مريضة رح مر لعندها. خاطرك يا علي. يلا روح والقلب داعي لك. منك يا دكتور. قال يعني مو مبين. مارق على رأسي كتير أنا يا دكتور. أوف أوف. لا عاد تتأفأف. أنت لا عاد تتأفأف. إمتى رايح عند السيد إسماعيل؟ ها؟ ليش ما رحت مع ما أفهم؟ ليش لساتك هون؟ لا تكبر العالم. ها؟ وإلا بشوفوا حالهم علينا. كتير دالق حالك عليهم. يا بابا ما عم تفهم علي. أنت ما عم تفهم علي يا غبي. شغلتك مع نظلي ما بتصير بهيك طريقة. فكر منيح ما تستعجل، لأنه إذا بيعرف السيد إسماعيل إنه بدنا نظلي مشان الورثة وقتها ما رح يسمح لك تقرب على بنته يا غبي. نطلب البنت بدون ما يحسوا بشي. بابا أنا بدي نظلي وبس، عم تفهمني؟ وأنا ما بدي غير ثروة أبوها لنظلي وبس، عم تفهم علي؟ فوف فوف أوف. اجيت. مساء الخير. نعم مين ناريمان؟ هذا الدكتور زياد. أنا انشغل بالي لأنه نازلي ما أجت على المراجعة، كان لازم تجي. ممكن بس شوفها لأطمن كيف صارت رجلها؟ نازلي منيحة، وإذا ما بتشوفك بتصير أحسن وأحسن كمان. طيب مو مشكلة، كأني ضايقتها. تصبحوا على خير. سلمولي كتير على نازلي. بنتي مين هذا الواقف على الباب؟ مين؟ هاد ما حدا مهم بابا. مين؟ أهلا وسهلا دكتور. أهلين فيك. ليش واقف على الباب؟ تفضل فوت. تفضل تفضل. أهلا وسهلا، نورتنا دكتور، فوت. نكون. تفضل ابني تفضل عود. نازلي نازلي نازلي. أي والله ما كان قصدي، عن جد آسفة. عم امزح معك، ما وجعتني. شو رأيك امزح معك مرة تانية لكان؟ خلاص مو وقت المزح انت وياها. حذري مين في تحت يا نازلي. مين يعني اجا؟ قولوا. ما اقول اجا بهي السرعة لحاله ولا مع ابو؟ مين شو بكون اللي عم تحكوا عليه؟ حسن طبعا. مو حسن اللي اجا؟ لا الدكتور زياد. شو نازلي بنتي اليوم مراجعتك، ليش ما رحتي؟ ليك الدكتور عزب حاله واجا لعندك. ليش عزب حاله؟ ما كان في داعي، انا كتير منيحه. لا لا خلي الدكتور يشوفك لنطمن اكثر، انا نازل لتحت. عمي انا ماني بحاجه لمعاينه، صرت منيحة، صار فيني اركض ونط، إذا بدك فيني ورجيك. نازلي
لا تناقشيني بنتي، بكفي. إذا ما رح تسمع الكلمة رح زوجك فورا. شايفك عم تهزي براسك. أستغفر الله. كيفك؟ صرتي أحسن؟ طمنيني. بفهم إنه ما عاد عم يوجعك شي؟ لا شكرا كتير. اليوم لما كنتوا بالسيارة، لو سمحت ما تحكي بالموضوع. لا بس بدي أسألك سؤال. تفضل. شو عملت لك؟ ليش عم تعامليني كأني عدوك؟ معك حق، روح أحسن. بس أنا عم أجي لهون مشانك أنت، ليش هيك عم تعملي؟ طلع الحق علي أنا؟ شو ما حكيت معي أنت معك حق. بس اليوم بالسيارة. خلص طلع لبرا، طلع، قلت طلع لبرا. شو حضرتك لساتك واقف؟ أنا عم قلك طلع لبرا، طلع. نازلي ولا كلمة، يلا طلع، روح يلا. مين حضرتك؟ ما فيك تقلي طلع لبرا، فهمت؟ لا في، لأنه حسن بيكون خطيبي. هيك لكن بتمنى لكم السعادة مع بعض. موفقين انتو كمان. حبيبتي رح أعيشك أحلى أيامك، بتشوفي بحبك. ضميني ما تخجلي، ضميني. حابة ضل حالي شوي. من عيوني، من عيوني أكيد. لبرا تركوها لحالة، يلا بدها تضل لحالة، لازم ترتاح، يلا لبرا. ارتاحي ارتاحي يا نور عيوني. ليش؟ أنا أول مرة بحب، هي أول مرة قلبي بدق لحدا، وهالحدا عم يروح من إيدي بكل بساطة. أمان يا دكتور، يا روحي يا دكتور، بدي حل لوجعي، وجعي ما له دواء. دكتور أعطيني دواء. أمان يا دكتور، يا روحي يا دكتور. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.